السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكم في درس جديد ومهم جدا لكل شخص مهتم في تعديل الفيديوهات وفي تحرير الفيديوهات في المونتاج على البريمير برو أو أفتر إفكت أو على دافنشي ريزولف. هذه الإضافة اللي راح أوفرها لك اليوم وراح أشرحها هي أفضل إضافة توفر 600 فلتر و600 قالب جاهز قابل للتعديل، 600 فلتر لوني قابل للتعديل على مختلف الفيديوهات اللي انت تشتغل عليها، سواء فيديوهات سينمائيه او فيديوهات تحرير او فيديوهات طبيه. هذه الاضافه فيها 600 فلتر لوني قابل للتعديل والتخصيص داخل اضافه ماجيك بلوت. هذه الاضافه تعتبر من افضل الاضافات والاكثر استخدام عند محترفين المونتاج. الاضافه مدفوعه لكن اوفرها لك بشكل مجاني مع كامل خصائصها ومميزاتها. تقدر تعدل من خلالها الفيديوهات بطريقة احترافية، توفر لك أدوات واسعة التخصيص لتعديل ألوان الفيديوهات اللي تشتغل عليها. عشان تحصل على هذه الإضافة بشكل مجاني وتعرف كيف تثبتها وتستخدمها على برنامج بريمير برو أو أفتر إفكت أو دافنشي ريزولف، خليك معي بعد الفاصل ويلا بينا نبدأ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم من جديد، معكم مشعل، واليوم حلقة مميزة وهي تثبيت إضافة ماجيك بلوت من الإضافات المميزة اللي من الإضافات المميزة اللي يستخدمها محترفي المونتاج وتعديل الفيديوهات وتلوين الفيديوهات على البريمير برو أفتر إفكت على دافنشي ريزولف. هذه الإضافة تشتغل على 3 برامج وتشتغل على برامج كثيرة خاصة في المونتاج، لكن الآن راح أثبتها وأستخدمها على 3 برامج رئيسية ومشهورة في المونتاج وتحرير الفيديوهات، البريمير برو أفتر إفكت ودافنشي ريزولف. طيب الآن راح أفتح أي أول برنامج، برنامج البريمير برو مثلا، تمام، البريمير برو طبعا إصدار عندي 2021، هي الإضافة تشتغل على كل الإصدارات. أجيب فيديو على تايم لاين بهذا الشكل، بعدين وين ألاقي الإضافة؟ ألاقيها في قائمة إفكت من هنا أو من هنا، تمام. لو أروح على قائمة إفكت الخاصة بالفيديو بهذا الشكل، أنزل تحت هتلاقي خيار اسمه ماجيك بلوت، هذا هو، تمام. ماجيك بلوت تاخذ اللوك اللي هو اللي نحن شغالين عليه وشرحته انا، تمام. هذا الشكل ترفعه على الفيديو، بعد ما ترفعه على الفيديو راح يظهر عندك في قائمة افكت كنترول القائمة، راح تظهر عندك القائمة بهذا الشكل، تمام، اسمها لوكس، تمام. عشان تشتغل معك الاضافة فقط تضغط على خيار اديت بهذا الشكل، راح تفتح مع قائمة جديدة اللي هي خاصة في الألوان والتحرير مثل ما نشوف الآن مع بعض. على اليمين عندنا التولز اللي هي خاصة في أدوات التحرير والتعديل وإضافة الماسك والكثير من الأدوات الاحترافية، وحرفيا هذه الأداة هي اللي يستخدمها محترفين التلوين وإضافة الماسك وتعديل فيديوهات بشكل احتراف، لأنها فعلا تعطيك كمية كبيرة من الأدوات الواسعة غير الموجودة على أفتر إفكت، غير الموجودة على بريمير برو، غير الموجودة على دافنشي ريزولف. إضافات يعني إضافات مصنوعة من شركة معروفة، شركة بيكسون، شركة قوية جدا في إضافة وتعديل الفيديوهات، يعني صراحة كمية كبيرة من الأدوات الاحترافية تقبلها. أروح الآن على أفتر إفكت عشان فقط أعرف هل هي تشتغل معي على بريمير برو وأمور تمام. هي اشتغلت معي على بريمير برو بس أشوف الآن هل تشتغل معي على أفتر إفكت ولا لا. طبعا نفس الطريقة، أفتر إفكت نفس الطريقة، أخذ مشروع جديد، أفتح مساحة مشروع جديد، أوكي، بعدين اجيب الفيديو نفسه على افتر افكت احطه في التايم لاين، بعدين اروح على قائمة افكت من افكت، هذه قائمة افكت اذا موجود عندك من هنا تاخذ قائمة البنالز، بعدين تظهر عندك قائمة افكت هذه، تنزل تحت تروح على خيار اسمه ماجيك بلوت، هذا هو خيار ماجيك بلوت، لاحظ معي هذا هو الخيار. طبعا هو عندك اعطاك 4 ادوات، 1 2 3 4 5 ادوات، لكن اللي يهمنا منها هي اللوكس اللي انا شرحته هو أعلنت عنها، هي أفضل إداة توفر داخلها أدوات كثيرة لتحرير الفيديوهات. شيلها بهذا الشكل وحطها على الفيديو اللي شغال عليه، بعدين تعطيه أدت، بعدين تعطيه أدت، راح تظهر عندك القائمة نفسها اللي ظهرت معي على البريمير برو. لاحظ معي تشتغل على البريمير برو وتشتغل معي على أفتر إفكت، نفس الأداة نفس كل حاجة، هذا أفتر إفكت وهذا البريمير برو، تمام. قفلها على افتر افكت على بريمير برو، راح على افتر افكت هذه موجودة عندي على افتر افكت، قفلها على افتر افكت هذه موجودة عندي على افتر افكت، اذا شغالة معي على افتر افكت، تشتغل على الدافنشي ريزولف نفس الطريقة بالضبط، تمام. طيب اول ما سمح معك الاضافة راح تظهر معك بهذه الواجهة، على اليمين مثل ما قلنا ادوات التحرير الاحترافية، فعلا وحرفيا هذه الادوات اللي يحتاجها كل شخص مهتم في المونتاج وتعديل الالوان على الفيديوهات اللي يشتغل عليها واللي حاب يظهر بجودة عالية وكواليتي مختلف تماما عن الناس اللي تشتغل حاليا، فهذه الأداة راح توفر لك وتعطيك
يعني خيارات كثيرة وخيارات واسعة لتعديل الألوان وتعديل الفيديوهات. على اليسار هي اللوكس، اللوكس هي البريستات الجاهزة الخاصة في الألوان. عندي أكثر من 300 بريست جاهز خاص في الألوان. لاحظ معي هذا الألوان، هذا الفيديو الموجود حاليا عندي شغال عليه يعطيني الألوان قبل وبعد. لاحظ لو أمر على أي فيديو بهذا الشكل راح يتغير مع اللون، ومعها يعطيني اللوك اللي شغال عليه. مثلا اخترت هذا اللوك يعطيني الأدوات اللي تم استخدامها من خلال هذه الأدوات، ويعطيني بعد إني أقدر أتحكم في تخصيص هذا اللوك. مثلا اللوك عاجبني فيه شيء معين وشيء معين مو عاجبني فيه، فأقدر أروح أتحكم في اللون مجرد أضغط على هذه الأدوات الثلاثة. هنا يعطيك كمية كبيرة من المود. لاحظ معي المود الجميل، أي مود أنا شغال عليه على الفيديو يتم تطبيقه بشكل مباشر. كمية كبيرة من اللوكس والمود الجاهز للتحرير. لاحظ معي كيف يتغير معي اللون، ألوان كثيرة أقدر أستخدمها على الفيديو اللي أنا أشتغل عليه. هذه الفلاتر الجاهزة، البريستات الجاهزة تساعدك بشكل كبير في تعديل الفيديوهات اللي أنت شغال عليها وتصل لدرجة المحترفين في الألوان. الجميل أنه يعطيك جميع البريستات و جميع الفلاتر وكيف تم صناعتها. وإذا أنت حاب تعدل على بريست معين على شيء معين، فمجرد أنك تضغط عليه وتثبته بهذا الشكل أو تتعدله بهذا الشكل، فتقدر تصل لدرجة كبيرة. مثلا تخفي هذا التأثير فيخفي معك بهذا الشكل، تقدر تحذف التأثير. فشوف لاحظ معي مثلا هذا الإفكت عجبني، لكن ما عجبني هذا اللون الباهت اللي هو الأسود. مجرد إني ألغي هذا التثبيت، ألغي تفعيل هذا التثبيت، يروح عندي هذا اللون أشغله يتشغل عندي. فأنت صراحة بين أداة يعني تعطي خيارات واسعة في تعديل الألوان على فيديوهاتك بطريقة احترافية. هذه الإضافة صراحة ساعدني بشكل كبير في المونتاج مباشرة. مثلا أنا عاجبني هذا اللوك، اللوك اللي لاحظ معي يعطيني اللوك هذا كثير من الألوان اللي يزيد حدة الألوان بشكل جميل جدا. أعطي أوكي، أعطي مباشرة هذا العلامة راح يتم تطبيق التأثير مباشرة على الأفتر إفكت أو على البريمير برو، أي برنامج شغال عليه. بمجرد أن شغلت عليه الإضافة نفس الطريقة سواء دافنشي ريزولف، البريمير برو أو أفتر إفكت، وأقدر أتحكم في قوة التأثير وتطبيق التأثير على الفيديو، وأقدر أضيفه على Adjustment Layer فأقدر أتحكم فيه. تقدر تطفي وتضيف التأثير وتعدل عليه من جديد. مثلا ما عجبك هذا التأثير مباشرة ترجع على الأدت وتختار لوك ثاني من الكثير من اللوك الكثير من اللوكس الجاهز اللي أنت راح تشتغل عليه وتختاره حسب الفيديو اللي شغال عليه. مثلا اختار هذا اللوك وأعدل عليه بهذا الشكل، مباشر يضيف لي اللوك الجديد وأقدر أتحكم فيه وقوة تأثير هذا اللوك على الفيديو اللي شغال عليه. والجميل انه يعطيك اللوك جاهز بجميع ادواته اللي تم صناعة اللوك منها، يعني تم صناعة اللوك من خلال هذه الادوات اللي هو انشأ لي اياها من الصفر، بحيث انه اتحكم في اجزاء من الكاميرا والاجزاء من التأثيرات على الفيديو اللي شغال عليه. لو اروح على السوبجكت هنا تحديد الشخصيات، لو اروح على الميت هنا يعطيك تحكم في الإضاءات. مثلا عايز أضيف زيادة للإضاءات أو بهتان للإضاءة بهذا الشكل، فيعطيني تحكم في الإضاءات، وهنا يعطيني بهتان للصورة ويعطيني زي الجريديانت لألوان محددة. فأقدر أتحكم في جريديانت معين على جزء معين من الصورة، وأقدر أتحكم بأجزاء وتفاصيل كثيرة داخل هذا البلجن، فيضيف لي فيه داخله كذلك بريستات كثيرة. ف أقدر أطفي الآن، أطفي وأطفي التأثير عشان أتعرف على التأثيرات الباقية. فالكثير من التأثيرات اللي أنت راح تستكشفها من خلال هذا البلجن، لأنه صراحة لو أخصص درس كامل بخصوص كيف نستخدم هذا البلجن وكيف نستفيد من هذا البلجن اللي يساعدني بشكل كبير في تعديل الألوان اللي هو ماجيك بلوت، كيف أستخدمه بشكل احترافي يحتاج دروس كثيرة صراحة، لأنه واسع وهو يوفر لك أشياء كثيرة وأدوات كثيرة واسعة في تعديل الألوان. تحكم كامل، يعطيك تحكم كامل في جميع تفاصيل الألوان على الفيديوهات اللي تشتغل عليها. هذا البلجن صراحة مدفوع، لكن أنا أوفر لك بشكل مجاني. عشان تحصل على هذا البلجن بشكل مجاني مدى الحياة، روح على رابط الوصف في الفيديو وتلاقي قناة التليجرام، راح تلاقي به الفيديو، راح تلاقي بملفات التثبيت وشرح التثبيت. وإذا عجبك هذا المحتوى لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتك الحلقات القادمة، لأنه صراحة فيه حلقات ومحتوى قوي جدا راح يفيدك بأشياء كثيرة. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.